عايزين صوتنا يعلى. انا عايز افهم. استنى انت، يعني ايه واحد بعماره ايه؟ هات لي عماره واحد ليه؟ انت بدريه كانت شافت ايه من المر اللي احنا شفناه عشان نعمل قرش على قرش عشان نوصل للخير اللي احنا فيه اللي هي بتتمرمك فيه؟ الله، لا اله الا الله، انت مش مكتفي كده يا حاج فتحي، ده انت جبت لها الخير كله وحطيته لها في طبق واديته لها. لا، انا واخوك وابوك لينا في الخير. بدريه مراتي ليها برضو يا احمد، ورجلك فوق رقبتك. يا جماعه دي مش طريقه مناقشه. اهدى يا احمد، اهدى يا فتحي. يا حاج فتحي، انا مش هسمح لك انك تسمح لبدريه تحط ايديها في الطبق ده تاني. انت عارف ليه؟ لانها لو مدت ايديها بعد كده هتحط صوابعها العشره في عينينا، واول عين هتبقى انت. وانا لاخر مره يا احمد بقول لك اوزن الكلام اللي بيطلع من بقك، وراعي ان دي مرات اخوك كبير. ما تبقاش كبير لو كبرتك مره. يا اختي ما صدقش نفسه لما شاف بعينيه 500,000 جنيه في نفس واحد. قال لي بقى الحاره المعفنه بتاعتكم دي يطلع منها الفلوس دي كلها. قلت له يا اخويا واحنا مالنا، المهم ان الفلوس في ايدك وخلاص. وقال لك هيديكي كام في الميه؟ 30% مره واحده. وكتب لي الوصل باسم اسمه ايه ده اللي خليتيني اكتب الوصل باسمه. وقال لي ده مين ده؟ قلت له يا اختي واحد من الحته عندنا. وفين الوصل ده؟ اهو يا ست بدريه. قال مين اللي الوصل باسمه ده يا ست بدريه؟ ده سعيد جوز اختي، وزي ما اتفقنا يا منير ليكي 1%، بس لو فتحتي بقك وجبتي سيره لحد تنسي 1% وتنسيني وما تورينيش تاني وشك في اي حته. هو انا مجنونه انا شافتح بقي بكلمه؟ ده لو ضربوني بالكرابيج لا يمكن انطق بكلمه واحده. لا افتح بقي ايه؟ قال الحاج فتحي هنا ولا لسه ما جاش؟ لا هو لسه ما جاش، بس انت هتقعدي تستنيه. ليه يا حاج؟ عشان انا عايزاه يشوفك هنا. بصراحه يا حاج انا قلقان قوي، وشامم ريحه مش حلوه خالص بين احمد وفتحي، لازم حد كبير يحلها يا حاج، عشان كده جيت لك. جيت لنا؟ كتر خيرك يا ابني. ولا ادم؟ نعم يا حاج. روح بسرعه ولا هات 2 شاي. انا يا حاج. جيت لي بصفه الكبير يعني يا سي محمد. هو في حد عارف لاخواتك دول كبير دلوقتي؟ اهو انا الاواني يعرفوا ويفهموا يا حاج. يعرفوا ايه ويفهموا ايه؟ اخواتك دول نمرده مالهمش كبير. عارف مين كبيرهم؟ القرش. القرش وبس. الله، ربنا يهديهم بقى. المهم ايه السبب بقى في الريحه الوحشه اللي انت شميتها دي يا سي محمد؟ الست بدريه مرات فتحي. اخص على دي ست، اهي بدريه دي جلابه الهم والمصايب. محدش هيجيب داخل العيلة دي إلا واحدة ملعونة زي بدرية. قول يا محمد، عملت إيه بقى بوز الإخص دي؟ مش مهم يا حاج عملت إيه دلوقتي، المهم أحمد وفتحي كل واحد فيهم بقى إيده في عيب التاني وصوتهم عالي على بعض يا حاج. ودي مشكلة لازم تتحل، لما تحلتش هتبقى مصيبة وهيبقى لها ديل يا حاج. ولما أخذ بقى الديل جرجر ورانا، وإحنا كلنا مفيش حد فينا له خلق يبص ورايا يا حاج. صح يا محمد، صح. عين العقل يا قد. اسمع، احنا بكرة كلنا نتغدى سوا. انت شفت المحروس ابنك الدكتور اللي جمعنا عنده في شقته؟ ما جاش وما عبرناش. اهدى يا فتحي، اهدى. امال يا ابني، ده احنا لسه بنقول يا هادي، ده احنا ما تغديناش حتى. هو ما قالكش هيروح فين يا محمد؟ مشوار صغير كده يا حاج، وزمانه جاي، بس هو اتأخر فعلا قوي. قول له يا محمد، قول له المقصود بالزعلة دي انا مش بدرية مراتي. اه والله العظيم يابا. وبعدها لك بقى يا حاج فتحي. الله، ملوش لازمة الكلام ده. امال هو مش اشترط يابا قصادك ان بدرية ما تحضرش القعدة دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واحنا ايه اللي جاب سيرة بدرية دلوقتي؟ ما احنا اتفقنا ان احنا هنسرب النسوان كلها عشان نقعد قعدة رجالة، واللي ليه حق ياخده. قولك في ايه ان هو ما جاش الوقت بقى؟ والله ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا حاج فتحي. بصراحة يا ابني لحد دلوقتي انت عداك العيب. الليلة دي مش هتتظبط إلا بمجيته، ولو ما جاش
هيخلي رقبتي زي السمسمة قدامكم، هيصغرني قوي، وساعتها خلاص هعتبر نفسي ان ما بقيتش كبيركم. ما تصلي على النبي يا حاج، ما تقولش الكلام ده، الغايب حجته معاه. طب هو هيكون راح فين يعني؟ راح عند امجد سعيد يا حاج. شفت شفت يا ابا، عند امجد سعيد. يعني هو فضل يقعد مع بسلامته عن يقعد مع اخوك كبير، اخوك كبير اللي جاي يعتذر له. اسمع يا محمد، انت تبلغه من بكره ان الشركه وكل ما املك بدريه تتصرف فيه براحتها، وانا مش عايز اشوفه تاني. انا ماشي. اهدى يا فتحي، اهدى يا ابني، استغفر الله العظيم، الحق اخوك يا محمد، الحق ما نشوف اخرتها. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديكم يا اولاد توفيق. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا الف مرحب. الله يرحمك يابا، خير؟ في ايه؟ مرحب بيك يا اخي. ايه فيها حاجه دي؟ لا مفيهاش حاجه، بس ده لو انا جاي من السعوديه ان شاء الله، انما ده احنا عايشين في بيت واحد، بوزنا بوز بعض. عايشين في بيت واحد وبوزنا بوز بعض، وانا ابوك كده ولا ايه؟ بس للاسف انت ما بتحترمش ابوك، بتصغره قدام اخواتك. ليه يابا بتقول كده؟ معاش اللي صغرك. عاش وكان يا سيدي. اسمع يا احمد من الاخر كده يا ابني، انا عايزك تخلص الموضوع اللي بينك وبين اخوك فتحي، خلصه خالص مهما كان فتحي الكبير. برضو صدقني يا ابني، انتوا في النهايه مالكوش غير بعض. حاضر يابا، ان شاء الله كله هيخلص ان شاء الله، بس ما تاخدنيش على قد عقلي يا احمد. انا عايزك تخلي صدرك واسع كده، وتشغل دماغك، وتخلي عندك شويه صبر. صحيح انت الاصغر، بس في نظري انت الاعلى. العفو يابا، العفو والله. انت لو عايزني اعتذر له ابوس على راسه واعمل كده، حاضر يا سيدي. انا لا عايزك تعتذر له ولا عايزه يعتذر لك، انا عايزكوا تتكلموا مع بعض وتصفوا كل حاجه، وترموا الموضوع ده اكنه ما كانش من اصله. يا انا صدقني الناس شايفاكوا في صوره تانية خالص، بلاش شغل العيال ده بقى، انتوا كبرتوا عليه، كل واحد فيكوا دقنه بقت طايله صدره. ما تضيعوش وقتكم في الكلام الفاضي ده، سيبونا بقى نفوق لشغلنا واكل عيشنا. مش عايزين نشمت فينا حد يا احمد يا ابني. وخلي بالك من اللي هقوله لك ده كويس قوي، الناس بتضرب بيكوا المثل في التقوى والايمان والانضباط والاستقامه، عشان كده مسلمينكم رقابيهم. ربنا يقينا شر ظلم الناس يابا، وشر ظلم انفسنا. امين يا رب العالمين. طيب تعال معايا يا دكتور. على فين يابا؟ تعالى بس. طب قول لي على فين. طيب يا واد بطل اسئله بقى، تعالى بلاش بواخر. محمد رسول الله، تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لكم ايه يا اولاد توفيق؟ اديكوا قصاد بعض اهو، اقعدوا وتكلموا وفضفضوا، خرجوا كل اللي جواكم، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه. المهم عندي انكم تخرجوا من الاوضه دي وايديكم في ايد بعض. تخرجوا لي انا هستناكم بره على الكنبه، مش هتحتح الا لما تقولي وتقولوا لي خلاص يابا. صافي يا لبن، حليب يا قشطه، ربنا يهديكم. بعدين هنفضل واقفين ساكتين كده ما نقولش ولا كلمه؟ لتشوفوا حق احمد. والله اللي انا شايفه اننا نحط ايدينا في ايدين بعض وننسى اللي فات كانه ما كانش. ودي ايدي هي يا احمد. سامحني يا حاج. ما تزعلش مني بس لو في حاجة بينا وبين بعض قولها، بينا وبين بعض، مفيش داعي قدام أخوك الصغير وأبوك. هتفضحني يا أحمد. عفوا حاج، ما تقولش كده، معاش اللي يفضحك، ده أنت الكبير. ساعات بحس إن أنت الكبير، ساعات بحس إن أنت مسؤول عني. العفو، أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا حاج فتحي، ولا أقدر أبعد عنك. يعني فهمتني يا أحمد؟ من زمان قوي يا حاج، فاهمك من زمان قوي، أنا أكتر واحد فاهمك والله. بس هو اللي جد علينا، اللي قلب حنا وشقلب كياننا، ما انت عارف انا هقول لك. قصدك ايه تاني؟ لا 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 لا، الله يبارك لك يا حاج، الله يبارك لك، مش عايز اتكلم في السيره دي. لا، ما احنا لو اتصافى لازم نطلع كل اللي جواه.
انت قصدك بدريه؟ بدريه صح. ابوس ايدك يا حاج، بلاش السيره دي بقى. انا عارف ان بدريه هي السبب، حتى لو بدريه غلطان انا هغلطك انت. ليه يا حاج؟ عشان بحبها. وهو يعني عشان بتحبها يا حاج؟ لا مؤاخذه يعني لا بقول لك بحبها بحبها، ما اقدرش ارفض لها طلب. وليه ده كله يا حاج؟ ما اعرفش، يمكن ادمنتها يا كمان، يمكن عامله لي عمل. مش انا اكتر حاجه في الدنيا بحبها الفلوس؟ انا ممكن ارمي الفلوس اللي كسبتها تحت رجليها، انا ممكن اعمل لها اي حاجه عشان اشوف ضحكه منها. لا اله الا الله. انا خايف يا حاج تطلب منك راس ابوك واخواتك ترميهم تحت رجليها. كلام اللي انت بتقوله ده يا احمد كلام ايه؟ لا لا مفيش حاجه، مفيش حاجه يا حاج. خلاص خلاص خلاص، الله يبارك لك، انسى اللي انا قلته كله يا حاج. اللي بيني وبينك مقدور عليه صدقني، بس خد بالك من بدريه، خلي بالك من بدريه. اي حاجه تانيه انساها، خد بالك من نفسك يا حاج، وما تنساش انك انت بقيت رئيس مجلس اداره الشركه. يعني انت اللي في وش المدفع يا حاج فتحي؟ لا كلنا في وش المدفع، مش عايزين نضحك على بعض يا ابن توفيق. بقولك ما اقدرش ارفض لها طلب. ما ترفض لهاش طلب، ما تقولهاش لا، بس على الاقل يعني مش لازم تعرف كل حاجه عن الشغل، تعرف بس اللي احنا عايزين نعرفه لها. ماشي ماشي، ده انا عارف اعمله، هعرف. ما تقلقش ما تقلقش يا احمد، هعرف اعمل ده. مش قلقان مش قلقان. طب ايه بقى؟ الله، ما يلا بينا نروح نشوف ابوك ده. يلا، لانه هو اللي قلقان. يعني مش زعلان مني؟ عيب عليك. ها؟ يلا.